طبعا احنا امام عمل فني خيري تضامنا مع اطفال غزه، وطبعا تمثل هذا العمل في 15,000 قطعه فنيه تمثل الالعاب للاطفال، رمزا على ارواح الشهداء الاطفال الذين خسروا ارواحهم في غزه. ونحن نشكر شركاء قطر الخيريه وجميع الفنانين الذين شاركونا في هذه الحمله التضامنيه، واحنا في مشارب هذا جزء كبير من مسؤوليتنا الاجتماعيه في وعي المجتمع ودمجهم في هذه القضايا الانسانيه. اعتقد الان حتى الاعداد فاقت 15,000 من الاطفال الذين خسروا حياتهم. القطعة الفنية هي مش أكثر من صدى لأصوات عم تصرخ بكلمة أنا لست مجرد رقم لأطفال غزة اللي انفقدوا من 7 أكتوبر 2023. العمل عبارة عن دمية دب محطوطة بقلب مكعب إسمنتي، وهالمكعب له رمزية للدمار الشامل اللي عم بيصير بغزة بسبب العدوان الإسرائيلي.